عندما تدخل البيت يستفزك ابنك، سوى خطأ. أول فكر، ما هو الموقف الذي أتخذه؟ مو أنه ترفع إيدك وتضرب هذا الطفل. التشفي، الضرب بعنوان التشفي للطفل حرام، ويوجب الدية إذا ضرب طفل في بعض المراتب، احمر أو اخضر أو اسود، فيه الدية. بلغني أن بعض الأزواج يرفعون السكاكين على رؤوس زوجاتهم، حرام من الناحية الشرعية، واحد لقضايا تافهة يفعل هذا العمل. بلغني أن بعض الأزواج يضربون زوجاتهم، حرام من الناحية الشرعية، واحد يضرب زوجته بلا مبرر شرعي، حرام. الرجل لا يحق له أن يكون ظالما للمرأة، والمرأة لا يحق لها أن تكون ظالمة للرجل. الرجل قد يكون ظالما في البيت، والمرأة قد تكون ظالمة في البيت، حرام من الناحية الشرعية. لا تظلمون ولا تظلمون. الأقلية رضاها وغضبها تابع للقوة العقلية. قبل ما يقول كلمة، قبل ما يتخذ موقف، يفكر في ذلك الموقف، أعمل أو لا أعمل.